في المباراة الأخيرة في المباراة الوداعية والإصابات لا صغيرة. خطى مرة أخرى بالمرسدي وميليتو يحاول الآن ميليتو يمر و جول فعلا ميليتو هدف أول للإنتر. نعم يا مورينيو كانت صفقة رائعة رابحة التعاقد مع هذا النجم. ميليتو يسجل وجماهير الانتر لاحظوها. نعم النيرازوري كبير وله الكثير من العاشقين. لاحظ الكرة طبعا هي افوى من الدفاع افوى من ماجد المرشدي بطبيعة الحال في اللقطة الماضية، ولحسن الحظ لا بأس من الأخطاء في المباريات الودية.